وردة سرها المحبة. هو الكرب اتقفل في لحياتك وجد اي 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 سيكامة ود شعب هريسة ما كيفنا حد اي 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 سيكامة تقول هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية وكتابة بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. يا ذا لزر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار لزهر يخاف من مرته موش نورمال. تيوينو الخبز قتلك سلق مش معدنوس، صبو نخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ صباح الخير، عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس كل فين ما كنتوا تتابعوا فينا وين ما كنتوا تفرجوا في قناة التاسعة. تحية لكم الناس كل. هذه حلقة جديدة من برنامج الويكاند، كيما كل ويكاند كيما كل سبت وحد، مجموعة هامة من الضيوف من الفنانين من المثقفين وكل الناس اللي تعمل في الحقل الثقافي وإلا الإعلامي يكونوا حاضرين ضيوف معنا ونتعرفوا على الجديد متاعهم، كيف لي كرونيكوز متاعنا اللي يطرقوا العديد من المواضيع اللي تهم حياتنا اليومية والمجتمع بصفة عامة، والكوجينة البنينة تكون حاضرة معنا مع لي دو شيف متاعنا، الشيف مروان يونسي والشيف هزار. هذا كله غير ونشوفوا مع بعضنا في السومير ونبدأ. ديما نقول مادام حاجه ما تنافيش الاخلاق، انا هكا راني نخمم نقول حاجه ما تنافيش الاخلاق جيل دغوا باش نعملها. دونك نحب حاجه اوريجينال، نحب حاجه اللي تخليك تقول شنو هي هذا، نخلي العبد يتسائل معناها. صحيح، نحب حاجه الاوريجينال معناها. جوست شنو نزيدوا تعملوا لها، راهو هي ديجا تنجموا تاكلوها هكاك، سينو تاخذوا مقله ما تحطوا فيها حتى شيء وتحطوا تسخنوها وتسخنوها غاديك تزيد تسيب المطعم نتاعها. صحيح، يزيد يبان لوغو في مي نتاعها وتزيد تخليها واكسونتوي لوغو معناها، يعطيك الصحة عافيه. دونك فوالا، اما يولي فيها اكثر كالوري في بالك تعمل هكاك. دورها طيب مليح انت؟ طيب شنو اكثر حاجه طيب؟ طيب تونسي طيب؟ كل شيء. اي المشروع هذا قداش عنده انتم تخدموا فيه؟ هو المشروع انطلق من نوفمبر ديسمبر تقريبا، الخط الاخضر تم اطلاقه في ديسمبر، وانت معناتها يكمل متواصل يعني متواصل حتى تتعدى الازمه هذه، حتى تتعدى الازمه ان شاء الله. وعلاش ليه تكون معناتها حتى انيشيتيف المبادره تكمل، خاطر الصحه النفسيه مش مرتبطه بالكل. جست هذايا كان باش نقفل به الحوار الكل. راهو هذايا كما العادة نبدأ من كوجينتنا، نبدأ مع لي شيف نتاعنا، شيف مروان يونسي وشيف هزار، أهلا وسهلا بكم. أهلين عفيف، مرحبا، نهاركم زين. نبدأ معاك شيف مروان. بيان سور، مرحبا. دونك نبدأ لك عفيف باللي دو روسيت اللي باش نعملهم اليوم. وفات الروسيت الأولى باش تكون كونفيفيال هكا شوية ومتاع لمعة عائلية زادة. دونك باش نعملوا اللي يسميوه البرق بريد بول، واللي هو ولت على مود هكا ثلاث سنين هذوما، والكل هي خبزة محشية توسام. داكوغ. دونك شنو باش ناخذوا؟ كيما باش ناخذوا خبزة وباش نحلوها
اي وباش نخدموا في وسطها صوص معناتها بريسك لو كونسيبت نتاع طاجين بيتزا في وسط خبزه سي بيان صحيح دونك كيفاش باش نعملوه دونك باش ناخذوا اللحم مفروم هو الباز نتاعنا دونك باش ناخذوا اللحم مفروم ومع اللحم مفروم هذاك باش نعملوا الصوص كونكاسي توتومات نتاع سيكام اللي هو باش يقعد لنا راوي اللحم اللحم نتاعنا باش نزيدوا شويه كريم مع الجبن باش نحطوا زوز انواع نتاع جبن في وسطها معناتها وشامبينيون قال لي غوسيت هذوما يحبوا برشا جبن راه معناها على قد ما نحطوا لهم جبن على قد ما فوالا فوالا اون فيت على خاطر زاد الجبن لازم يزيد بنا الكرا والمطعم البنين للبلان تاعنا يزيد يخلي لنا الكونسيستونس في وسط البلا تكون باهيه من بعد عفيف بورا كومباني باش نعملوا سلايطه اون فيت السلاد هذه شنو باش نعملوا فيها لي بات نتاع ورده الكوكياج يومني سامباتيك هكا وكل باش نخدموا من صوص بيستو بزيت نجمه اي وبون فوق نورات طن البدر وباش نزيدوا معاهم شويه جلبانه شويه سفناريه شويه بطاطا زاد باش يكون الخضره اللي عندنا معناها الكل نجموا نستعملوها سلاد ديفير 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 داكوغ يعطيك الصحه دونك من بعد نرجع لك كي تبدا في الغوسيت نشوفوا الحلو توا مع الحلو ومع الشيف هزار اليوم عفيف باش نعملوا زوز حاجات باش نعملوا كوكيز وباش نعملوا معاه باناكوت بالفريز اي في الكوكيز نتاعنا باش نستعملوا الفارينه الورده وباش نستعملوا زبده وسكر عادي ومعاهم بيبيت شوكولا وكعب عظم وديما كي نستعمل العظم انا ديما نستعمل سوكر فاني نتاع سمارت شيف ينحي لي صفريه العظم باش نستعملوا خميره مرطبات باش نتعدوا للباناكوت باش نستعمل فيها فريز فري ومعاه السكر للكولي والباناكوتا باش نستعمل فيها حليب باش نستعملوا كريم فريش والبريباراسيون تاع الباناكوتا حاضره مع سمارت شيف حاضره ديجا تلقاوها مع سمارت شيف جوستومون باش نحضروا الباناكوتا طيب عندنا دو ديسير معناها اليوم اي وي اليوم باش نعملوا زوج حاجات نرجع لكم بعد شويه دونك شيف هزار وشيف مروان اليونسي احنا باش نبداو نهارنا نبداوه بالنشاط بالحركيه بالرياضه مع الكوتش نتاعنا مع بيبي جيما صباح الخير الناس الكل صباح النشاط الحيوي على قناه التاسعه معكم كوتش ايوب بركاوي من بيبي جيم دونك اليوم باش تستكشفوا معنا الكور دو تي ار اكس اللي نعملوه دو فوا بار سيمين في نوتر كلوب بيبي جيم باش نعمل لكم جوست ان تي مورسو بور ترافاي اي سكولتي لو با دو كور تيل كو لي كوادريسيبس لي اسكيو اي غران فيسي اوكي دونك فوالا لي دو سونغل دو تي ار اكس جون اي نوار donc هذوما اللي on va travailler بهم les jambes c'est clair allez donc je trouve au tawa quelques exercices اللي عنده سونغ دو تي ار اكس في الدار ينجم يخدم معنا donc voilà يا لا موسيقى ونبداو donc je نبداو اول اكزرسيس سكوات سامبل donc poitrineote نهبط ونجبد بالتي ار اكس نجبد لي دو سونغ الفوق c'est clair donc باش نعمل 30 ريبيتيسيون 30 répétitions après directement normal les jumps squat jump donc les genoux vers l'extérieur dos plat et poitrine haute ou bien quelques centimètres c'est tout normal kif kif 30 répétitions en boucle hein. Après on va travailler les appuis à droite et à gauche skaters c'est ça poitrine fière et je transfère le poids à droite et à gauche. C'est ça. C'est clair? Donc à droite et à gauche. Nam 30 répétitions, Achille élimine. C'est clair? Après, on va travailler les fentes alternées. Donc, fente arrière, simple, pour travailler les adducteurs, quadriceps, les ischios jambiers et grands fessiers. C'est clair? Après 30 répétitions, nefdem les fentes alternées avec sautillement. Ok? C'est ça. Kif kif. 30 répétitions. Après, squat large et serré. C'est ça. Donc large et serré. Ouvrez les genoux. Et avec sautillement. Pour le débutant, vous pouvez travailler squat simple large et serré. Sans sautillement, c'est clair? Donc c'est ça, ça c'est pour le débutant. 30 répétitions, après, jump sur les pointes des pieds, décoller les talons sur une seule jambe. C'est clair? 30 répétitions gauche, après,
30 ريبيتيون دروات اوكي ابري جوما كاملو ديريكتومون نعمل بوزيسيون دو بومب اي اون واترافي لي سبرينت رابيد سي سا بواترين فيير اي افيك اليفاسيون دو جينو بواترين اوت اي جو بلوك لي كود في نيفو لي زوبليك اي رغار توجور فير لو با نعمل سبرينت كيما كاين 30 سكوند وهكا نكونو كملنا لي زيكزارسيس نتاعنا اون بوكل تتحسب سيري كل اكزارسيس 30 ريبيتيون ابري نرتاح 2 مينوت ونعاودو فوا 3 سيري 3 جروب سي كلير دونك فوالا كيما شفتو ما حبيتش نطول عليكم quelques exercices simples mais très efficaces pour tonifier les muscles des jambes. OK? Barcha nes et surtout on sait checker men les bulles de graisse fait les jambes etc. Voilà des exercices à base de contraction pliométrique avec sautillement BTRX. Ce sont des exercices très efficaces. Donc najmou djiou bahdana notre club Baby Gym jarbouhom des cours intéressants. Donc yatikoum saha nes kol. Kana maakoum coach Ayoub Barkawi. فوالا نتقابلوا ان شاء الله في الحصه القادمه في الامان باي باي ضيفتنا اليوم اللي فرحانه وانه تحضر معنا في برنامج الويكاند هي مطربه تونسيه صوتها مميز جدا عرفناها كموهبه في برنامج طريق النجوم تميزت بادائها لأغاني وردة في بدايتها ومن بعد بطبيعه بانتاجها وعملها خليها تفرض روحها في الوسط الفني وليت مطربة محترفة. ضيفتنا اليوم غنت توحشتك مبروك عليك حبوبي سكيزوفرينيا وأغاني أخرى فرحانة ياسر اليوم وأنه تحضر بحذية الفنانة والصديقة درة الفورتي أهلا وسهلا عايشك عفوفة توحشتك برشا وفرحانة برشا ما تنجمش كنت توحشني أكثر مني أنا والله توحشتك والله ربي خلينا الفيسبوك اللي ديما الحمد لله والله أغزمو أما بالحق سعيدة جدا أني نكون معاك اليوم يعيشك وإحنا زيدة كيف كيف درة درة من الأصوات المهمة الحقيقة في تونس في الجيل متاعك بديت تخدم برشا مهنية باختيار دقيق جدا في كل عمل تقدمه رغم ما فماش غزارة متاع إنتاج ولكن فما دقة في كل عمل آخر عمل ليك كان عنده عامين أي 2018 يمكن هذايا اللي أنك حريصة في أدق التفاصيل يخلي درة إنتاجها مش غزير معناها مش ما تتسرعش فيه ساعتها بتغنية هو أنا ديما في اختياراتي صعيبة بالحق معناها ديما نقعد نلوج على الكود فودر بيني وبين الغنية والموضوع اللي باش نغنيه وزيد مع الكورونا راهو عطلتنا كمان معناها خليت اللي عندي خدمه حاضره لكن تعطلت عام كامل باش اني نهبطها لكن ان شاء الله بيانتو باش تكون حاضره ان شاء الله جمعتين اخرين ماكس ندخل نصور ونجيب ويكون فما عمل جديد ان شاء الله تونسي العمل اي تونسي تونسي اي ما يعطينا هكا شويه فكره هكا افونغو والله حاجه سامباتيك قاعده الغنيه وحدها عندي عامين وانا نسمع فيها قلت لك كل شيء ياسر بالوقت ياسر تاخذ وقت ناخذ برشا وقتي دونك اخذت وقتها بالقدا عندي غنيه تضربت فيها حبيتها وان شاء الله كي يسمعوها الناس تعجبهم وتكون هي بدايه لبرشا اعمال اخرى ان شاء الله خليني ننسى العام تاع الكورونا طب باهي انت وجيلك اللي تخرجتوا من خلال برنامج طريق النجوم كان فما برشا احلام كان فما برشا طموحات كنتوا تتصوروا وانه سيء معناها الشهره والانتاج الغزير والحضور في تونس وعلاش ليه في العالم العربي ولكن كانت المساله ماهيش سهله من بعد وانه واحد يفرض روحه لكن دار الفورتي نجحت وانك تفك بلاستيك في المجال وتعمل اسم دره ولكن يبقى هذا الاسم مقارنة بالإنتاج ما يتقبلوش لأنه اليوم في تونس الناس كل تعرف دورة الفورتي يعني على مستوى النجومية وعلى مستوى الشهرة ذا اللي مصلي يعني بعليك يعني دورة الصعيب وصلت له ولكن الإنتاج ما مشيش معه ناحية وعامل كورونا
شوف هو هذاك انا نقول الصعيب سهل باش انك كل شهر تهبط غنيره اسهل منها ما فماش وصاير توا ولا صاير معناها فما فنانين وفنانات راهم يهبطوا كل شهر غنية زوج ساعات لكن انك باش تمركي في قلوب العباد وفي ذاكرتهم هذه الحاجه الصعيبه اللي انا الحمد لله توفيق من عند ربي وفي اختياراتي في الغنيات اللي عملتهم عرفت كلي مش غنيه نتاع باش تسمعها سنه وبعد تنساها لا مثلا سكيزوفرين توا عندها 4 ولا 5 سنين لكن العباد التوا كي تسمعها تقول لي نلقى ياسر روحي فيها خليني الى اخره معناها الحمد لله الناس حبتني لا ميموار كورت زاد نتاع العباد ما تخافش انه هاللونتور هذايا تخلي اسماء اخرى تفك البلاصه والله شوف ديما انا عندي حتى في طبيعتي معناها نقول السماء تسعى لكل النجوم وانت ديجا مره قلت لي نذكر وقت معك في شمس افام قلت لي دورا نحسك تكور وحدك بيلك هيك شد ثنيتك على روحك انت بيضة دونك حتى حد ما ينجم يفك بلاصه الاخر واللي واحد اللي كاتبه له ربي راهو باش ياخذه في الاخر مهما يعمل واحنا تبارك الله معناها في الميدان ابخيتو ماناش ياسر فنانات معناها معروفين الكل والحمد لله وناجحين وقاعدين يحققوا في نجاحات لكن نحس انا عندي بصمتي الخاصه اللي مش كثره الانتاج هي اللي عندك شخصيتك الفنيه وهذه صعبه ياسر معناها الفنان في الاخر مطرب ولا ممثل ولا اي واحد ينشط في المجال الفني اهم حاجه هو انه تكون عنده شخصيه يفرض الشخصيه نتاعو دونك هذا بحول الله مش باش يخليني نتنسى وان شاء الله الانتاجات الجايه باش تزيد تخلي اسمي يرسخ في الساحه وفي ذاكره التونسي ان شاء الله كي تبدا تلوج على اغنيه شنو اكثر حاجه تلوج عليها بصراحه الكلمه هي اللي تشدك الاولانيه الكلمه الموضوع نحب كي نسمع غنايه نحب نتبعها من الاول للاخر ما نحبش اوكي نحب الرفران فما هو قوالب معناها معروفه للغنايه اللي نقولوا احنا باش يرددها المستمع لكن نحاول ديما تكون فما موضوع في الحكايه نحب نسمعها نحب تعطيني فكره باش اني نصورها اللحن النجم نحكيو فيه توزيع النجم نحكيو فيه لكن الكلمه نحسها اهم أقوى حاجة. هي أهم هي حاجة. العمود الفقري معناها بالنسبه ليك نتاع الاغنيه في الستيل نتاع الاعمال انت كنت سباقه في بعض التجارب الفنيه وفي بعض النوعيات نتاع الموسيقى بديت بيهم درة عندك فما حاجات اللي راهو فيهم توا قاعدين يعملوا فيهم الشباب اللي يمكن طلعوا من بعد انت بديت فيهم كنت سباقه ويمكن من الاول العباد قالوا شنو هذا يا ستي ما فهموهاش برشا والا حسوني لي ساعات لوج على البوز وانا بالحق معناها من اخر اهتماماتي اني نعمل البوز لكن انا عندي الجرأه الفنيه معناها انا حتى الى حد الان متفتحه على العالم الكل شي يهبط في الجديد معناها هذه كلمه ديما قبل يقولها لي حمدي المهيري اللي حيوه يقول لي دورا يلزم ديما تكون على باج تشوف في العالم ايش صاير علاش لما تكونش انت مثلا في سبيقة. تونس سابقه في حاجه معينه ديما نقول مادام حاجه ما تنافيش الاخلاق انا هكا راني نخمم نقول حاجه ما تنافيش الاخلاق جيل دغوا باش نعملها دونك نحب حاجه اوريجينال نحب حاجه اللي تخليك تقول شنو هي هذا نخلي العبد يتسائل معناها صحيح نحب حاجه الاوريجينال معناها دونك يمكن هذاك كيما لايرك فيديو اليبوك معناها في كانت راجل تصدموا معناها قال لك شنو هي هذا وبعد توا نشوفوا الى حد الان الناس برشا فنانين يعملوا في يعتمدوا معناها في اللايرك فيديو في الغناء سي فغي توا الناس الكل ولات تعمل هكاك واستسهلوها وحتى في التكلفه ارخص معناها باهي دور احنا باش نسمعوا بعد شويه اغنيه مبروك علينا خلينا هكا ندخل في جو باهي وطاقة إيجابية نعطيوها للسادة المشاهدين اللي تابعوا في برنامج الويكاند ما نمشيو نعملوا طلع على كوجينتنا نشوفوا لي شيف نتاعنا اش قاعدين يطيبوا وين وصلوا وظهر لي علاقتك كبيرة أنت بالكوجينة دور ظاهر من تبارك الله معناها من الحجم ظاهر مغرومة بالكوجينة مغرومة بالتطيب وساعات تلقى روحك باغ أوبليغاسيون لازمك تطيب معناها لازمك باش تطيب لازمك يلا نمشيو لكوجينتنا تفضل دونك لي شيف وين وصلتوا في الكوجين؟ اي عفاف هاني انا قاعد غاطس في في الصوص نتاع الخبز المحشي اللي باش نعملوها وفات بديت بالصوص ها وشنو عملت؟ دونك خذيت بصل وصيتو طريف 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 ومعاه ثوم اللي ما زدت كي زدته تو ومعاه الصوص كونكاسي نتاع سيكا دونك هذوما الكلهم زدتهم مع اللحم مفروم وشامبينيون دونك هذه هي الصوص نتاعنا الباز نتاعنا هذا الفاخ يعني يعطيك صحه باش نخليها تاخذ اللحم مفروم ياخذ الجو والكل ومن بعد في الاخر كي باش نطفي النار باش نزيد ليكيفالون نتاع 4 مغارف كريم فريش صحيت باش تبدا الصوص نتاعنا بلو غورمون اكيد ولا عاقده ولا كيف لازم لازمها تكون عاقده لو ماكسيموم نجمو هذه الكريم اللي باش نزيدوها من بعد ومن بعد شنو باش نزيد انا مع ديجا حضرت الخبز حبيت نفسر لكم زاد كيفاش تعملوه انه جوست تاخذوا السكينه ومن بعد باش نفرغوه هكا مي جوست كي تاخذوا السكينه حاولوا
تعملوا قصوا ما تحاولوش تدخلوا الداخل، جست حاولوا نحيوا الشابو هذا اللي باش تعاودوا ترجعوا، ومن بعد عاودوا بالسكينه قاوروا وقعدوا تبعوا بيديكم بشوي بشوي لين تفرغ من داخل. من بعد انا شنو باش نعمل عفيف، جست حبيت نزيد لكم هذايا على البيكون توا ولا الباستخامي. انا لهنا عندي باستخامي، من اللي ننصحكم انه كي تاخذوا بيكون ولا الباستخامي هو هكا طرفه اللحم اللي تبدا فيمي ومن بعد تلقاها مقصوصه هكا جينيرالمون في لي سوبر مارشي ولا في اللي يعطيك الصحه. دونك جست شنو نزيدوا تعملوا لها، راهو هي ديجا تنجموا تاكلوها هكاك، سينو تاخذوا مقله ما تحطوا فيها حتى شيء وتحطوا تسخنوها وتسخنوها غاديكا تزيد تسيب المطعم نتاعها صحيح يزيد يبان لوغو فيمي نتاعها وتزيد تخليها اكسونتوي لوغو معناها يعطيك الصحه عفيف. دونك فوالا، اما يولي فيها اكثر كالوري في بالك كي تعمل هكاك دورة. طيب مليح انت؟ طيب شنو اكثر حاجه طيب؟ طيب تونسي طيب كل شيء. اي معناها تدخل تشوف دي روسيت وتجرب حاجات ندخل واحدة. ونجرب وحكان جات العلاقه نكلها وحدي اي اما اي ما نجرب، نحب ياسر الكوجينه ونحب الترتيب. تونسي ولا؟ والله كل شيء بون في الدار سيغمون معناها ناكل تونسي، اما زاد ساعات نحب كالازعر والابيض وكل شيء وحتى الحلو اي سورتو بيريود الكونفينمون هذاك مخليك ما عملت شبعت ترتيب. اي اي كلنا 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 معناها حياتنا، حتى الخبز ولينا نعجنوا ونعملوا خبز. تعرف توا انا قعدت لي حكايه الخبز، ندخل باش نمشي للكوشه نعمل كل بطبوط وحدي ويبرد نحط الكونجيلاتور ونجبد ناكل. فوالا تلقى حاضر. تلقى حاضر معناها. شوفوا الحلو شوف باش تعمل لنا. معاك. شوفوا شيف هزار باش تعمل لنا، وين وصلت شيف؟ باهي قلنا اليوم باش نعملوا زوز حاجات، باش نعملوا باناكوتا بالفريز، باش نعملوا كوكيز. باهي باش نوريكم كيفاش نعملوا الكوكيز. اون فيت فما دو ميثود، فما كريماج وفما سابلاج. انا باش نختار الميثود السهله لخاطر اي كريماج كريماج ماذا به واحد يلزمه عنده ماتريال معين خاطر هذا تو باش نعملوا طريقه سهله اي حد ينجم يعملها. نوريكم الطريقه نتاع السابلاج خاطر برشا عباد يبدوا يخلطوا كل شيء، يبدوا يعجنوا في الليبات والحكايه لي بات سابلي وكل شيء ما يحبوش العجينه، من بعد خاطر تجي التكستور نتاعهم خايبه تجيهم غصب. باش نوريهم كيفاش نعمل سابلاج. السابلاج ناخذوا لي بودر نتاعنا الكل في اي روسيت. باهي خذيت 200 غرام هذه الروسيت نتاع الكوكيز، خذيت 200 غرام فرينه الورده باش نزيد معاهم سكر 100 غرام سكر، وباش ناخذ ساشي نتاع سوكر فاني سمارت شيف. ديما نستعمل العظم، ديما نستعمل معاها سكر فاني على الريح نتاع ريحة العظم. باش نستعمل هذوما ديما لي بودر هي تخلطهم وحدهم من الاول قبل ما تزيد اي حاجه اخرى. صحيح. خذينا قلنا 200 غرام فرينه معاه 100 غرام سكر، باش نزيدوا عليهم 100 غرام زبده. اي باش نخلطوا لي زانغرانديون كلها مع بعضهم حتى لين نحسوا اللي الزبده تحلت في باش نذوبوها احنا بالتخليط الزبده معناها في وسط البودر. ومن بعد باش نزيدوهم البيبي دو شوكولا، ومن بعد اخر حاجه باش نلمهم بالعظم. قلنا خاطر البات ما تحبش برشا، دونك باش نحط الليكيد من توا، ومن بعد التكستور نتاع الفرينه تولي لي مكعبره وكل شيء. نعمل السابلاج نتاعي ومن بعد باش نكمل الكوكيز. باش نعمل نحطه في الكونجيلاتور يبرد خاطر يلزموا باش ينعملوه كعبره من بعد كل شيء. اول ما يطوعنا في الخدمه تبدا البات نطوعتنا في الخدمه، وبعد كي يطيب يتحل وحده. باهي باش نحط نص ساشي خميره سمارت شيف. نورمالمون حطيتها مع الفرينه. اي خاطر الخميره ديما نحط برشا عباد يحطوهم على العظم ولا حاجه، راهي ديما تتحط مع الفرينه. اي الخميره ديما نحطوها مع الفرينه. جاتو بلاش خميره. نسيت ما حطيتش الخميره. في بالي عندي ليه جا مستحيل معناها مستحيل ولا كيفاش مستحيل حاجه كليتو دارا ولا كليتو والله كليتو وحده اي ما تقولش عليها معناها كي تراتي حاجه ليه وحده ليه ليه بس فتره ناكل عليه شنو عملت ربي من لوحدي شينا خبي عليك ساعات تدخل شو الجو هذا مش جوك نعرف صحيح. باهي باش نخدموا الكوكيز قلنا نحطوه في الكونجيلاتور لو طون انه هو خليناه برد وباش من بعد نحضروه كل شيء. باش نبعد نخدم الباناكوتا. الباناكوتا اون فيت فما عندنا الباكو نتاع سمارت شيف فيه كل شيء حاضر فيه بريباراسيون حاضره. جوست باش نزيدوها 350 مليلتر حليب، باش نزيدوها حكه كريم فريش ايباس والا فما ليكيد كيما كل واحد كيفاش يحب. صورتي دره شنو شتي؟
ليه ليه قلت له اشورتي على طومات طومات سوفي صفرا على اشورتي. يلا باش نرجع لك من بعد دوك شيف هزار وشيف مروان اليوسي. احنا باش نخرجوا مع الموسيقى قلنا باش نسمعوا مبروك علينا مع دورا الفورتي ونرجع لكم في الحديث مع دورا بيان سور. برافو يعطيك الصحة درة. اقعدوا معنا في المشاهدة فاصل قصير وراجعين. سيكام تقولها لك قوتنا في هريستنا. وردة سرها المحبة.